حاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. يا حاج عامر مساء الفل على حضرتك. الفل ده حضرتك أخبار؟ تحياتي للاستاذ جمال. اهلا بيك يا حاج عامر. اهلا وسهلا بك يا حاج عامر. اهلا بيك في كلام كتير خلال اللحظات الحاليه بخصوص ملعب مباراه القمه وهو استاد الجيش ببرج العرب، ومدى امكانيه استضافه هذا الملعب لمباراه القمه في ظل هطول امطار كثيره مما يؤثر على ارضيه الملعب. التطورات وصلت لحد ايه، وهل في نيه فعلا لتاجيل المباراه او نقل المباراه لاستاد المكس؟ وضح لنا يا حاج عامر. لا هو باختصار ان كان في امطار وصلت للسيول من الساعه 2 بالليل لغايه الساعه 11 الصبح. تمام. وبعد كده المسؤولين كلهم اشتغلوا في الملعب، الحمد لله بتكلم حاجة دلوقتي الملعب جاهز دلوقتي حاليا. كويس. انما ايه الامطار اللي هيحصل بعد كده ده حاجه بقى بتاعت ربنا. انما هو طبعا حته النقل المباراه دي طبعا صعبه جدا، لان دي محتاجه قرارات امنيه. ان هم بيحضروا للشغل قبلها بيومين ثلاثه. وما يقدروش ينقلوا من ملعب لملعب طبعا بسبب الاختلاف ظروف كل استاد. فطبعا موضوع نقل المباراه ده صعب جدا، استحاله يحصل يعني. تمام. الموضوع الثالث والاخير والاهم عشان الناس برضو تبقى عارفه القانون. ان الحكم هو صاحب القرار الوحيد بإقامة المباراة والغائها، لأن هو المسؤول عن سلامة اللاعبين في المباراة، فلازم الحكم يروح الملعب ويدي مهلة، إنه بيروح قبلها بساعة ونص ساعتين، مهلة لغاية قبل المباراة ويشوف اللعيبة ويشوف كنادي اللعيبة، وفي الآخر هو اللي بياخد القرار المناسب شايفه في مصلحة اللاعبين. يعني القرار في النهاية هيكون لحكم المباراة، الحكم الروماني، واللي هيروح قبل المباراة بساعة أو ساعتين بالكثير عشان يشوف مدى إمكانية استضافة الملعب لمباراة القمة، القرار خاص بيه هو بس. طبعا لازم نأكد على الكلام دوت، إن في فكرة إن القرار بتاعي أنا إن أنا ممكن أقول أجل المباراة دلوقتي أو لا، هو قرار الحكم في كل القوانين الكورة في الاتحاد الأفريقي الاتحاد الدولي. هو الحكم صاحب القرار، ممكن يبدأ المباراة بعدين تحصل أمطار فيلغي المباراة. ودي حصلت مع الاهلي من الكاميروني تعادل المباراه ثاني يوم بالظبط. فكل مدرك ده قرار الحكم اولا واخيرا يعني. طيب احنا بنحاول في الملعب، الملعب بتكلم حتى دلوقتي حاليا ان هو جاهز للعب. بنسبه كام يا حاج عامر؟ بنسبه كام جاهز لل انا بكلم حضرتك دلوقتي 100%. 100% كويس الوقت الحالي. بس هو قلقان من اللي جاي يعني. من اللي ممكن يهطل امطار اخرى. طبعا لان في امطار لسه خفيفه بتنزل. فما نعرفش والنشرة طبعا الله اعلم في الاخر النشرة في الساعه 7 في امطار. تمام. كل الحاجات دي محدش يعرفها الا في علم الغيب. تمام. بخلاف الامطار، هل ارضيه الملعب نفسها كان طبعا في كلام كتير على استاد برج العرب مما دفع الاتحاد الافريقي ان هو يطلب تغيير ملعب الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه، بالتحديد في ظل سوء ارضيه الملعب بسبب ضغط المباريات وبسبب استعدادات لبطوله الامم الافريقيه وكل الكلام ده، النجيله نفسها كان تم تصحيحها بالوضع الصحيح يا حاج عامر واصبحت مهيئه بشكل كامل بخلاف الامطار طبعا لاستضافه المباراه؟ الحمد لله كان الملعب حاجه مشرفه جدا. كويس. ويمكن انا طلعت صور من ساعه كده من حاله الملعب. انما طبعا لو المباراه طبعا اتلعبت اكيد الوضع هيتغير، النجيله طبعا وضع طبيعي انها تبقى طريه. تمام. انما الوضع الحالي لا، في حاله الملعب 70% من الحاله الطبيعيه بتاعت استاد الجيش في برج العرب. تمام. يعني هتلاقي لون مختلف خالص عن اخر مباراه، تجيب لقطات من اخر مباراه ولقطات حاليا هتلاقي الوضع مختلف تماما، ولون النجيله وسوى النجيله كل الحاجات ديت هتلاقيها مختلفه تماما. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق. توفيق يا حاج عامر. لو في سؤال عايز تساله حضرتك. لا انا بشكره والله، وهو في الحقيقه بيعمل مجهودات كبيره قوي بصراحه. لا هو بيتحمل كل حاجه لدرجه ان انا خايف يحملوه مسؤوليه الامطار. لا ما اعتقدش. لا توفيق يا حاج عامر والله يا جماعه. بالتوفيق يا فندم. يا حاج عامر شهر 4 يعني على شهر 4 ما حصلتش في كتير. لا ما هي عندنا في القاهره موجوده كمان. لا ربنا يوفق حضرتك يا حاج عامر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا واللي وضح لنا في الحقيقه العديد من الامور الخاصه بهذه المباراه، وقال بنسبه 100% حتى اللحظه دي لحد الساعه 2:30 و5 اهو الملعب جاهز ان شاء الله على حسب تصريحات الحاج عامر حسين، جاهز بنسبه 100%. ان شاء الله نتمنى الامطار ما تهطلش تاني على ارضيه الملعب عشان نقدر نستمتع بهذه المباراه في موعدها، وخصوصا ان في ترقب كبير جدا من كل جمهور الكره المصريه اللي مستني المباراه دي من اكثر من اسبوع بكل تاكيد. اعتقد خبر جيد. طبعا وهو الحقيقه انه بالفعل هو